مرحبا طالبات العزيزات، ومرحبا أمهاتنا الحبيبات. أنا طالع هني فكرة حبيت أنوه عليها. أنا أفضل أن الطالبة مو مجرد النظر تعرف الأوتلاير، لكن في بعض التمارين في ألف بالذات يحط لك الأرقام متقاربة جدا، حتى البنت صارت ما تعرف تحدد وين هو الأوتلاير بالضبط. فهني بعلمكم الطريقة اللي يطلعون فيها الأوتلاير وتكونين 100% متأكدة أن هذا هو الأوتلاير. أوكي، هني شو بسوي؟ بحط الأرقام أرتبهن من الصغير للكبير. 110، بعدها 298، بعدها 369 372 422 433. بالبداية كان عندي 7 أرقام، وهني أيضا وجدوا عندي 7 أرقام. بطلع اللي أنا تعلمت عليه كامل من البداية، بطلع الميديان، طلب منا أن نوجد الأوتلاير، بطلع الميديان، بطلع Q1، اكتبها هنا أحسن، Q1، وبطلع Q3، وبعدين نطلع IQR. هذا لكل نحن متعلمينها. أوكي، أنا قبل ما أبدأ وحل ومجرد النظر، لو شفتي الأرقام 433 والـ422 تقريبا بينهن 11 رقم. أوكي، نفس الشيء هني بينهن أرقام مو بكبيرة، مو بفرق كبير. 298 و300 ما في فرق كبير بينهم، تقريبا رقمين، لكن 110 والـ298 في فرق كبير بينهن وبين بعض، معناته أن هذا هو مبدئيا يعتبر الأوتلاير. لكن الحين بنحل وبنشوف هل القاعدة اللي أنا بستخدمها تأكد التخمين اللي أنا خمنته ولا لا. أول شيء بنوجد الميديان. الميديان هي القيمة التي تقع في الوسط، فنطالع هنا الميديان اللي عندنا، القيمة التي تقع في الوسط هذا هو الميديان. حذفتي عدد من اليمين وعدد من اليسار، بيكون عندنا رقم 1 في النص اللي هو هذا هو الميديان. إذا الميديان عندي هني 390 69. أوكي، إذا بيكون عندي هني 369. الميديان أنا استخدمته، إذا لا يمكن استخدمه مرة ثانية في الكيو 1 والكيو 3، فأنا هني أشطب عليه لأني ما أقدر استخدمه. هذه المجموعة الأولى أعتبرها ست كاملة بروحها، وأطلع منها الميديان الخاص فيها. الميديان الخاص فيها نسميه كيو 1. شو نسميه؟ نسميه كيو 1. الميديان اللي في النص معناته القيمة التي تقع في الوسط. إذا كيو 1 هني كم طلعت؟ الرقم 298. من وين يبته؟ يبته من العدد الذي يقع في الوسط. لو شطبت هالعدد في اليمين وعدد اليسار بس يبقى لي هذا الرقم، اذا 298. ايضا هني عندي نفس الفكره، هذه هي المجموعه اللي عندي، العدد اللي في الوسط 422. احذف عدد من اليمين وعدد من اليسار بيبقى لي هذا فقط. اذا هني بيكون عندنا Q3 يساوي 422. الحين بنطلع الIQR. الIQR عندي قانون له، Q3 ماينس Q1 اللي طلعناها، Q3 422 أنقص منها 298 ويساوي 422 ماينس 298 يساوي 124. هذه الـ IQR اللي طلعناها.
الحين الخطوات اللي بعدها احنا نستخدمهن علشان نوجد الاوت لاير. فالبنت اذا تلخبطت ما عرفت تحدد الاوت لاير فبتستخدم هذه الطريقه. شو بتسوي؟ اول شيء بناخذ الاي كيو ار بنضربه في ال 1.5. هذا شيء لازم احنا نسويه كخطوه اولى. الاي كيو ار عندي 124 ملتبلايد باي 1.5 يعطينا 186. هذا الرقم انا بستفيد منه اني اعرف الاوتلاير. فباخذ الكيو 1 وانقص منها الرقم اللي انا حصلت عليه مؤخرا اللي هو 186. الكيو 1 كم عندي في التمرين؟ 298. نقصي منها 186 شو يعطيني؟ 112. بنشوف الكيو 3. الكيو 3 عشان احسب الخطوة نفس ما سويت في الكيو 1 بسوي في الكيو 3، لكن في الكيو 1 بنقص، في الكيو 3 ازيد. 186 نفس الرقم، هني مرة أنقصه ومرة هني أزيده، فبيعطيني 422 plus 186 يساوي 422 plus 186 equal 608. الحين نقدر نحدد إذا هذا العدد اللي هو 110 outlier ولا لا. كيف أعرف من هذا الرقم؟ كيف أعرف؟ بحط القاعدة if any number less than 112 or if any number more than 608. اوكي الحين هل يوجد عندي عدد اقل من ال 112؟ نعم عندي ال 110 هو اقل من 112، اذا هذا يعتبر outlier، اذا هذا الرقم يعتبر outlier. اوكي if any number more than 608, do I have any number greater than 608؟ لا يوجد عندي، اذا هذه ما انطبقت عندنا، اذا الاوتلاير هو ال 110. اوكي بناخذ مثال اخر بتوضح الفكره اكثر. نطلع السؤال. The given data set shows the shoes size of 9 students in the classroom. هذا العبارة عن القياسات. أول شيء رتبيهم من الصغير للكبير. أصغر عدد عندي 35، يليه في الترتيب 35 أيضا موجودة مرتين، بعدين 36 مرتين، بعد 36 لاحظ عندنا 36 مرتين، بعدين لا ثلاث مرات، واحدة ثنتين ثلاث، إذا 36 ثلاث مرات، بعدين 37 مرتين، بعد 38 عندنا 48. أوكي عندنا 9 قيم، واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمس ست سبع ثمان تسع، تسع قيم موجودة. أوكي بعد ما حطيتن بطلع اللي أنا متعودة عليه، ميديان الكيو 1 والكيو 3 والآي كيو آر. اوكي هذا لكل لازم نطلعها. الميديان هي القيمة التي تقع في الوسط، عندي 9 قيم،
إذا أنا هني بشطب عدد من اليمين وعدد من اليسار، 4 من اليمين مع 4 من اليسار بيبقى لي عدد وحيد في الوسط، هذا هو العدد، 4 على يمينه 4 على يساره، إذا هذا هو الميديان. إذا الميديان عندنا 36. أوكي، طلعنا الميديان، هذا هو الميديان، إذا لا يمكن أستخدمه فباخذ المجموعة الأولى، المجموعة الأولى بروحها بطلع منها الميديان الخاص فيها. الميديان الخاص فيها عبارة عن العدد الذي يقع في الوسط، لو حذفت عدد من اليمين مع عدد من اليسار يبقى لي هذين العددين، فمن خلالهم بطلع الميديان حق الكيو 1. نفس الشيء عندي في الجزء الثاني، حذفنا عدد من اليمين عدد من اليسار، فمن العددين هذيلا بطلع المين حق اللي بيطلع لي الكيو 3. اذا هذه كيو 3 وهذه كيو 1، هذه هنا كيو 1. اوكي، الحين انا بطلع الكيو 1 والكيو 3. الكيو 1 تساوي مجموع العددين اللي هم 35 plus 36 divided by 2، نقسمهن على 2. لو قسمتي على 2 يعطينا الناتج كم؟ تقريبا بين العددين هذيلا النتيجة بتطلع لي 35.5. أوكي، نفس الشيء للكيو 3، بجمع العددين 37 plus 38 بعدين divided by 2، فبيعطينا 37.5. الحين بنطلع الـ IQR، الـ IQR أنزله شوية هني، أطلع الـ IQR بأني أنقص الـ Q3 minus Q1. الـ Q3 عندنا 37.5 minus 35.5، فبيعطينا 2. الحين هذول كلنا احنا نطلعهن على اساس ان الميجر اوف فاريشن، لكن على اساس اني احدد الاوتلاير فباخذ الاي كيو ار مالتبلايد باي 1.5، فالتو multiply by 1.5 يعطيني 3. اوكي، الحين باخذ ال Q1 ونقص منها 3. ال Q1 عندي 35.5، نقصي منها 3 يعطينا 32.5. بناخذ الـ Q3 وأزيد عليها الـ 3، فشو يعطيني؟ 37.5 أزيد عليها الـ 3 فيعطيني 37.5 plus 3 equal 40.5. اوكي، الحين لازم احدد الاوتلاير شو بيكون، less than 32.5، وايضا بيكون شو، greater than 40.5. الحين لو نلاحظ، هل يوجد عندي عدد أقل من 32.5؟ ما يوجد عندي عدد أقل من 32.5. هل يوجد عندي عدد أكبر من 40.5؟ نعم، عندي 48 هو
الأكبر من ال 40.5. إذن 48 هو الأوتلاير. إحنا حلينا التمرين، لكن لو نرجع للفيدباك نلاحظ أن عندنا خطأ في ألف نفسه، فالبنات اللي حلوا هذا السؤال وحددوا أن ال 48 هو الأوتلاير من مجرد النظر أصلا واضح أنه هو الأوتلاير، لكن وانتوا تحلون ولاحظتوا أن الإجابة طلعت غلط فهني هو غلطان، فبدل ما أنه ينقص Q1-3 فنقص 2، غلط في هاي الخطوة، فبناء عليها معناته أن ألف إجابته هني خطأ. فعلى جميع الطالبات على أساس أنه ما ينحسب لهم غلط يختارون الـ 38 والـ 48، أوكي، على أساس أنهم هم الأوتلاير، فهو غلطان في الحسبة نفسها. إحنا إن شاء الله بنرسل فيدباك الألف نفسه. نطالع هذا التمرين. The age of employees at a coffee shop are 34, 83, 48, 22, 41, 29, 36. الأوتلاير هني واضح أن وضوح الشمس أنه هو الـ 83 اللي هو عمره 83 سنة، واضح أن هذا هو الأوتلاير. فنطالع هني شو سووا، مثل ما أنا سويت، يطلعوا لك الـ Q1 والـ Q3 الـ IQR، النتيجة مالت الـ IQR تنضرب في 1.5، الـ Q1 تنقصين منها هاي النتيجة والـ Q3 تزيدين عليها هاي النتيجة. فالرقم اللي هني إذا كان أقل من النص، طبعا ما في عندي عدد أقل من النص، وهني أكثر من 76.5 عندي واحد عمره 83 سنة، فهذا هو يعتبر الأوتلاير. بهذه الطريقة نكون متأكدين، لكن معظم التمارين تعتمد على النظر أن تشوفين وين الرقم المختلف اختلاف تام عن باقي القيم. بحل معاكم تمارين من العمق الثالث، لأن في بعض البنات صاروا يتلخبطون مع أن هي نفس الفكرة، لكن برضو أشرحها. هني درجات الحرارة for the first half of year، في أول نص السنة في مدينة أو في إمارة رأس الخيمة وعجمان. أنت هني بتعتبري أن عندك مسألتين، فبتطلعين رأس الخيمة نروحها، بنرمز لهن إحنا برموز على أساس أن ما نطول في الكتابة. RK اللي هي رأس الخيمة، وعجمان بنسميها A and J. أوكي، بنطلع لو تلاحظون شو اللي موجود عندي، الثيرد كوارتايل الميديان والإنتر كوارتايل رينج، فيرست كوارتايل والرينج، معناته نطلع كل شيء. نطلع الرينج حق الثنتين، اوكي، الرينج حق الاولى لو تلاحظون في الجدول لازم يعطيكني اياها المرتبات عشان نختصر الوقت، فاكبر قيمه ناقص اقل قيمه اللي هي 32-60، شو يعطيني 32-16؟ يعطيني 16. اوكي، ايضا بطلع الرينج حق عجمان، هذه عجمان 34 و 18، بنقصهم من بعض 34-18 يعطينا 34-18 يساوي 16 أيضا. أوكي، إذا تساوون في الرينج. الحين بنوجد الميديان، الميديان هي القيمة التي تقع في الوسط، فلو يدي وحذفتي عدد من اليمين وعدد من اليسار هو كم عدد؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6. إذا بحذف عددين من اليمين عددين من اليسار بيبقى عندنا هذيل العددين، أطلع منهم الميديان. نفس الشيء بيكون للثانية، بنطلع منهم شو؟ الميديان. بما أنهم عددين فبجمعهم اللي هو 23 plus 27
واقسمهم على 2. النتيجة تعطينا 50 divided by 2 25. إذن النتيجة 25. تجمعين بعدين تقسمين على 2. أوكي، بنشوف الميديان حق الجزء الثاني ويساوي 23 plus 25 وبقسمه على 2. هني أنا أطلع المين للميديان، فنجمعهم 23 plus 25 يعطينا 48. 48 divide by 2 يعطينا 24. اختلفوا في الميديان. اوكي، بنطلع ال Q1 وبطلع ال Q3 لهن الثنتين ال Q1 وال Q3. اوكي، هني الميديان طلع عدد في الوسط، فمعناته هذه باخذها مع المجموعة الأولى اللي هي 23، فهذه بتكون مع المجموعة الأولى وهذه بتكون مع المجموعة الثانية. ليش؟ لأنهم ما دخلوا في الميديان، الميديان هي طلع 25. المجموعة الأولى بطلع منها شو؟ الميديان لها. الميديان لها هي القيمة التي تقع في الوسط اللي هي 20. معناته أن الـ Q1 عندي هني 20، الـ Q1 تساوي 20. أوكي، نشوف الـ Q3، الـ Q3 بتطلع كم؟ 29، هي القيمة اللي في الوسط هني في المجموعة الثانية 29. بنشوف اللي بعدها نفس الفكرة بنفس الطريقة، 23 و 25 ما طلعوا في الميديان، ما أخذنا ميديان، مو واحد منهم يعتبر، فباخذ الأولى مع المجموعة الأولى، باخذ الثانية مع المجموعة الثانية، فهذه بتعتبر الأولى وهذه تعتبر للثانية. الميديان حق الجزء الأول اللي فوق هذا هو، فبناخذه ونسميه Q1. إذن الـ Q1 هني عندي 20. أوكي، الـ Q3 من المجموعة الثانية لو نلاحظ هو العدد اللي في الوسط اللي هو 28. أوكي، بنطلع أيضا الـ IQR. الـ IQR أنقص الـ Q3 minus Q1، فبكتبها كتابة أحسن، Q3 minus Q1 ويساوي 29 minus 20، شي يعطينا 9. بنشوف هني الـ IQR للثالثة للثانية، IQR equal Q3 minus Q1 28 minus 20 يعطينا 8. الحين بنشوف العبارات بنمشي عليها عبارة عبارة. بيقولنا the first quartile and the range are the same. الفيرست كوارتايل متساوي والرينج متساوي، إذن هذه عبارة صحيحة. إذن بإمكاني اعتبر أن هذه هي عبارة صحيحة. أوكي، بنشوف العبارات الأخرى. The first quartile والميديان and the range are different للثنتين. الفيرست كوارتايل والميديان، هل الفيرست الرينج؟ لا، الميديان. شو قلنا؟ الفيرست كوارتايل، فيرست كوارتايل متساوي، هذه أول خطأ. ثاني خطأ، الميديان صحيح أنه مختلف، والرينج هل مختلف؟ لا، إذن هذه عبارة خاطئة. أي عبارة تحتمل خطأ واحد معناتها خطأ. الثيرد كوارتايل والميديان and انتر كوارتايل رينج are the same. الفيرست كوارتايل، الثيرد كوارتايل والميديان والانتر كوارتايل رينج كلهم متساوين،
الميديان مختلف، إذن هذه عبارة خاطئة. أي عبارة تحتوي على خطأ واحد معناتها خطأ. الثيرد كوارتايل والإنتر كوارتايل رينج أن آر ذا سيم. أوكي، الثيرد كوارتايل هل هو متساوي؟ لا، هذه أول عبارة خطأ، إذن هاي العبارة أيضا خاطئة. إذن العبارة الوحيدة الصحيحة هذه. إذن على الطالب شو تسوي؟ الطالع شو اللي موجود؟ ثيرد كوارتايل، ميديان، إنتر كوارتايل رينج، طالب الرينج. إذا لازم أطلعهم كلهم في البداية، حق الأولى والثانية كأني أحسب حق مسألة كل وحدة بروحها، وبعدين أشوف العبارات. لازم تكون جميع أجزاء العبارة صحيحة على أساس أني أقول أنها صحيحة. ليش؟ لأنه قال لي الفيرست كوارتايل والرينج ذا سيم. أوكي، الفيرست كوارتايل صحيح ذا سيم، والرينج أيضا صحيح سيم، إذا هذه عبارة صحيحة. بهذا نكون خلصنا فكرة الدرس. طلعين المطلوب وبعدين تقارني في الأخير. أتمنى تكون المعلومة وصلت.